أشواق، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. ديك المنتخب الوطني ملي ما كيدخلوا شي الدراري ديال البطولة ما عمرو غادي يكون منتخب. إنه داز منتخب واحد ديال 2004 مازال زكيك، هذاك الدراري اللي جابوه النهار الأول ما كانوش عارفين شحنهم هو مزيان، شحنهم عمرهم مزيان بالفضل ديالو باش عطاو هذيك النتيجة. أما هادو اللي كاين دابا الآن كيجيو كيلعبوا وكيمشيو في حالتهم، وملي ما كيدخلوش الدراري ديال البطولة مرة خصو يطعم بجوج ولا ثلاثة، وواحد المدة غادي يلقى فريق وطني صحيح كما كان قبل. في 76 كانوا غير ودريت تبارك الله كانوا صحاح. في السبعينات ملي بقاو كاس العالم في مكسيكو راه كانوا غير ولاد البطوله. اما دابا كيجيو الدراري من برا ما شاء الله كيجيو غير، انا كنقول كيجيو غير يفوجوا كيمشيو في حالاتهم. اما مهما ما كاينش الدراري ديال البطوله ما عمر غادي يكون عندنا منتخب ديال يقاوم مع هذوك الافارقه، والافارقه غاديين وكيصححوا، وحنا غاديين وكن رغم ما كيجيبوا الدراري من برا غاديين داكشي ماشي هو هذاك. مهما ما كاينش قلت لك الطعم من البطوله ديالنا ما عمر غادي يكون عندنا منتخب، واخا يجيبوا لي جابوا من برا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.